السلام عليكم خوتي بلا، مرحبا بكم في قناتكم اس برو. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله الرحمن غنتكلموا على المشاريع، يعني 29 مشروع اللي كاين. يعني المشروع ديالك 100% غادي يكون معنا الا تبعتي الفيديو حتى الاخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما غاديش نطولوا عليكم، غادي ندوزوا مباشره يعني لهذه المشاريع هذه. ولكن قبل ما نطرقوا للمشاريع بغيت نتكلم على جوج نقاط. النقطه الاولى اللي هو الا صبتي المشروع ديالك في 29 مشروع، يعني ما عليك غير باش انك تدخل واحد الفيديو اللي كنا عملنا فيه دراسات الجدوى، باش يمكن لك انك تمشي ستيب بار ستيب، خطوه خطوه، باش يمكن لك انك تنجح المشروع ديالك. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، خاصك تبارطاجي هذا الفيديو مع اصحابك والاصدقاء ديالك، احبه لاخيك ما تحب لنفسك، باش انها تعم الفائده. يعني عملنا لايك تعليق ديالك بطبيعه الحال، وليك تجديد اشترك معنا وفعل خاصيه الجرس لنبدا على بركه الله. المشروع الاول اللي عندنا احبتي في الله اللي هو مشروع ديال لي شامبوان، مشروع اللي مربح بزاف 100% اللي عملتي يكون على يقين انه غيعطيك واحد النتيجه اللي هي كبيره. هاد لي شامبوان ولا ابخي شامبوان ولا مثلا هاد الشيء ديال الكريم ديال الحليب، وهذا تيتقام تقريبا ما بين 5 دراهم حتى ل 7 دراهم تجيبهم جمله، وانت تتبيعهم ب 13 درهم. يعني سواء كان عندك سياره ولا ما عندكش ولا ترومبورتور ولا هذا، يمكن لك تخدم بهاد المشروع هذا. كاين المشروع الثاني اللي هو مشروع غسل السيارات بطبيعه الحال. هذا المشروع اللي انتشر يعني بكثره، علاش لا ما يمكنش ليك انك تخدم هاد المشروع هذا؟ مشروع جد رائع. كاين عندنا المشروع الثالث اللي هو مشروع بيع الاحذيه. يعني الاحذيه كي تنعرفوا بزاف الناس ما تيعرفوش منين يجيبوا الجمله ديال هاد السبرديله، يعني الصباط كذا، غادي يطلع البني من الليل راه كاين تماك الجمله، يمكن انك تاخذ داكشي اللي بغيتي، وسينو انك تطلع الفاس الا بغيتي سلعه ديال السيزي بطبيعه الحال. يعني هاد السلعه يعني مطلوبه، تيمكن لك انك تاخذها مثلا جمله ب 40 درهم ولا 50 درهم، وتتبيع انت يعني ب 70 درهم كما تنقولوا ريكلام، يعني بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. كاين عندنا المشروع الموالي اللي هو مشروع ديال الاشهار على السياره ديالك بطبيعه الحال. هذا المشروع هذا مشروع مربح، يعني بزاف الناس انهم تعاملوا فيه وعاطيهم واحد النتيجه مزيانه، اللي تيقدر انه تيربح في النهار 300 درهم، يعني باش انه يدير واحد السيركوي واحد التور ديالو في المدينه ديالو، وتياخذ 300 درهم معلي غير باش يعلق واحد الفلاير عنده في الطوموبيل. المهم غادي نخلي لكم الرابط تحت الفيديو، اللي بغى يدخل يدير تسجيل يعني مع هذا الموقع هذا، راه هو غيتصل بكم وديك الساعه غادي تحددوا الثمن مع بعضياتكم. المشروع الموالي اللي هو الطباعه على التيشيرت والاكواب. يعني هنا تيمكن لك انك تخدم مثلا على التيشيرت بحال التيشيرت بحال هذا، يمكن لك دير عليه واحد الطباعه ولا الاكواب كذلك. هذا واحد المشروع اللي مشروع جد مربح، واحد الاله اللي تتقدر ما بين 3000 درهم حتى 4000 درهم، تيمكن لك انك تاخذها. يطلعتي غير الدار البيضاء درب عمر يعني قيصريه البركه، دونك فيه بزاف الالات اللي يمكن لك انك تاخذ هذه الاله ويمكن لك تبدا الخدمه ديالك. المشروع الموالي اللي كاين عندنا مشروع ديال البطاطس المقطعه. يعني كي تنعرفوا هذا المشروع هذا كان عطى واحد الشعبيه اللي هي كبيره بزاف، وبزاف ديال الناس خدامين به. ما عليك غير باش انك حتى انت تبدا في هذا المشروع، مشروع اللي يخليك انك تعطي واحد النتيجه اللي هي كبيره. ما عليك باش تاخذ واحد الاله اللي تتساعدك على تقطيع هذه البطاطس هذه، وتتخدم بواحد الطريقه اللي تتكون طريقه احترافيه. المشروع الموالي اللي كاين عندنا اللي هو مشروع ديال المي سخراتي. كي تنعرفوا يمكن لك انك دير واحد ربعه ديال الموتور ولا خمسه، ويمكن لك تجيب خمسه ديال الاشخاص كذلك، ويمكن لك راك تخدم في المدينه ديالك بهذه الطريقه هذه اللي تتسمى ماي سخراتي. تتسخر الناس، يعني تجيب ما تكون ما بين 15 درهم حتى ل 20 درهم، وتتكون انت هو اللي تتسير داكشي كامل. بلي بارت ناس باغيين يخدموا، علاش لا ما تخدمش انت ودير هذه الطريقه هذه باش تستثمر يعني في ربعه المواطر ولا خمسه المواطر، يعني ماشي شي حاجه اللي هي كبيره بزاف، وتيمكن لك انك تبدا المشروع ديالك وتطوره من هنا لقدام. المشروع الموالي اللي هو مشروع ديال ليزيطاجير، اللي يمكن لك انك تخدمهم وتبيعهم للناس يعني عن طريق الخشب، يعني كحال هادو اللي كاينين ورايا. وكاين بزاف ديال النماذج اللي يمكن لك انك تصيبهم وتعطيهم للناس بطبيعه الحال. هذا مشروع جد مربح. مشروع ديال ديكوراسيون، كي تنعرفوا هذا المجال ديال ديكوراسيون يمكن لك انك تصيبهم من المنزل ديالك وتبيعهم للناس عن طريق الانترنت، ويمكن لك انك تربح واحد الارباح اللي تتكون ارباح كبيره ومحترمه كذلك. كاين عندنا المشروع احبتي في الله، المشروع ديال الكل ب 5 دراهم او 10 دراهم، اللي يمكن لك انك تجيب واحد السلعه اللي تتقدر ما بين 2 دراهم حتى 3 دراهم، تجيبها من كازا بطبيعه الحال، وتتولي تتبيع كلشي ب 5 دراهم. يعني تنصيبوا السلعه الناس تيتقداوها ب 10 دراهم تيصيبوها عندك ب 5 دراهم. يعني هذا المشروع ديال كلشي ب 5 دراهم مشروع جد ناجح، الا عرفتي كيفاش انك تسير هذا المشروع هذا.
مشروع صناعة الشموع، كي تنعرفوا هذا المشروع هذا كان عطاه واحد الإقبالية ليه كبيرة بزاف. الناس اللي تصنعوا هذه الشموع هذه في المنازل ديالهم، عطينا الطريقة كيفاش يمكن لك أنك تصنع يعني الشموع، يمكن لك أنك تبارطاجيها مع أصحابك، يعني طريقة زوينة يمكن لك أنك تخدم بها حتى في السيت في الإنترنت ودير موقع وتخدم بواحد الطريقة اللي تتخليك انك الشمعة الواحدة انك تبيعها ب 30 درهم وتتقام عليك انت ب 10 دراهم، يعني عندك ديجا واحد الارباح اللي هي مزيانة. مشروع بيع العصائر طريقة احترافية، كي تنعرفوا احنا في الصيف دابا حاليا، يعني بزاف الناس ما عارفينش المشاريع اللي يمكن لهم انهم يخدموا بها في الصيف. كاين عندنا هذا المشروع هذا اللي مشروع بيع العصائر، يمكن لك انك تخدم بها بواحد الطريقة اللي تتكون كما قلنا طريقة احترافية، تاخذ واحد المجموعة كبيرة من الفواكه وتمكن لك انك دير بهم العصائر، يعني مثلا عندك واحد تريبورتور ولا شي حاجة وتتخدم عليه يعني مع هاد الناس هادو وتتقدم لهم هاد العصائر بواحد الثمن اللي تيكون ثمن رمزي. مشروع ايس كريم كي تنعرفوه يعني مشروع اللي ما بزاف الناس ما تيخدموش بواحد الطريقه اللي تتكون مزيانه. علاش لا ما تخدمش انت واحد المشروع بهذا الايس كريم وتجيبو ليهم بطريقه مختلفه، يعني تجيبو على طريق مثلا كي تنعرفوه كاين الات بزاف اللي تيخدموا مثلا هذا الايس كريم، يعني عن طريق الفواكه اللي تتكون جلا، يعني تتحاول تحطها في الثلج ويمكن ليها انها تعطيك واحد الكريمه اللي هي زوينه بزاف وتتكون صحية. بزاف الناس اللي عرفوك تدير الطريقة هذه غيوليو يتعاملوا معاك، علاش لا ما تخدمش بهذه الطريقة؟ لا عندك تريبورتور تخدم بها، عندك تشكل روسو ولا شي حاجة يمكن لك انك تخدم بها. المشروع الموالي اللي كاين عندنا هو مشروع بيع الزيوت، يعني مشروع جد مربح. تشري هذه الآلة هذه اللي تشوفوا قدامكم هنايا وتيمكن لك انك تصايبهم يعني في المنزل ديالك، وتيمكن لك انك تصايب اي زيت ديال هاد الحبوب اللي تنعرفوا مثلا اللي تتكون مثلا بحال اللوز، مثلا بحال الكاوكاو، بحال يعني بزاف الحبوب اللي كاينين تيمكن لك انك تصايب بهم يعني الزيوت. تشري غير القارورات كي تعرفوا القارورات كاينين، تشري الاحجام اللي بغيتي ودونك عندك الاله ديالك، تيمكن لك داكشي تعصرو يعني في المنزل ديالك وتتبيعو للناس يعني في السوشيال ميديا كما تنعرفوا الفيسبوك الانستغرام هادشي كامل، وتدير الاشهار ديالك مع الناس ويمكن لك انك دير مع المحلات كذلك، يعني تتولي عندك واحد الارباح اللي هي كبيره بزاف. المشروع الموالي اللي هو عندنا مشروع ديال الالعاب ديال الاطفال اللي تيمكن لك انك تخدم بواحد الطريقه اللي تتكون طريقه احترافيه، اللي تيمكن لك انك تجيب واحد سيارات كهربائيه، تشتري واحد الخمسه ديال السيارات الكهربائيه وتتولي الحمد لله تتخدم مع هاد الاطفال، تاخذ واحد كما تنقولوا واحد المنتزه اللي تيكون وتتمشي تتخدم تماك كما تنعرفوا، تتكون ساعات المكانه يعني ب 10 دراهم، تكون طريقه مزيانه. في ار يمكن لك يكون عندك شي دكان ولا شي حاجه يمكن لك تخدم على الطريقه هذه، ويمكن لك حتى ديرو انه موبيل ماشي مشكل، انك السونتر فيل ديالك ويمكن لك انك تخرج دي معاك خمسه ديال الفي ار وتعطي للناس يعني في واحد الوقت اللي تيكون وقت وجيز مثلا 10 دقائق ولا ربع ساعه ولا هذا، تكون بواحد الثمن اللي هو ثمن ما بين 5 دراهم حتى ل 10 دراهم، تكون عندك واحد الارباح اللي هي محترمه. وحتى لو بغيتي انك ديرها مثلا في واحد المحل محدد راه مزيانه بخوجي اللي هو بخوجي ناجح 100% من القدام. كاين عندنا مشروع ديال بلاي ستيشن، هذا المشروع هذا مشروع يعني اللي ما تيعرفش الخساره بطبيعه الحال. دابا يمكن لك انك تاخذ البلاي ستيشن 4، تاخذ واحد 4 ولا 5 ودير واحد المحل ودير شي فتيات وهذا، تاخذ التلفازه بطبيعه الحال وهذا، وتتخدم مع هاد الدراري هادو اللي تتولي واحد التنافسيه بين هاد الدراري هادو وتتولي عندك انت واحد الارباح اللي هي مزيانه في النهار. مشروع بيع الحلويات المغربيه، كي تنعرفوا هذا المشروع هذا عطى واحد الاقبال هو كبير سيرتو في الاعياد المناسبات، كما تنعرفوا حنا المملكه المغربيه ديالنا كامله اعياد، علاش لا ما تصيبيش يعني مثلا بحال هاد الحلويات اللي تيكون حلويات مغربيه وتكون بواحد الكاليتي اللي هي مزيانه، ودير واحد الصفحه ديال لاباج ديالك وتخدمي مع هاد الناس هذا وديري الاشهار، علاش لا تتولي عندك واحد الشعبيه اللي هي كبيره مع الناس. المشروع ديال كوفي بايك كما تنعرفوا هذا المشروع هذا ناجح، يعني ما تعرفش شنو هي الخساره، من نهارك تيكون عندك واحد الارباح اللي هي كبيره، تيمكن لك انك دير كافي مزيانه، تحاول دير واحد البريسه اللي تكون مزيانه، انت غتخدم بواحد الطريقه اللي هي موبيل، يعني في المدينه ديالك تجيبي لي كافي، تنعرفوها كاينه، لا ماشين دابا كثروا بزاف، يعني كاينين بزاف ديال الناس اللي تيخدموا على هذا الشيء هذا. وتيصايبوا ليك مثلا هاد يعني هاد العربه اللي تتكون عربه متنقله تيمكن ليك انك تخدم فيها في المدينه ديالك. كاين عندنا المشروع ديال الوصفات المنزليه، يعني الا كنتي في المنزل ديالك وبغيتي دير مثلا وصفات منزليه، كنت تعرف هاد الوصفات المنزليه تيكونوا فيها بزاف ديال الحويجات، مثلا بحال انقاص الوزن، زياده الوزن كذلك، تصفيه الوجه، وصفات ديال تساقط الشعر، يعني عط الله اللي يمكن ليك انك تخدم بهاد الحويجات هادو ودير واحد الاشهار يعني في السوشيال ميديا باش تكون واحد النتيجه اللي هي مزيانه بزاف. مشروع صناعة العطور، هنا هذا المشروع هذا يعني كي تنعرفو تجيب غير الروح ديال العطور وتيمكن ليك انك تصايب به اي ريحة اللي بغا داك الزبون ديالك، الا بغيتي تخدم عليها بطبيعة الحال حتى هي غادي تمشي
غير الكراج على طبيعه الحال كاينين تماك الناس تيبيعوا هاد يعني هاد الروح هذا، الا بغيتي انك تخدم فيه يعني هذا مجال مربح كذلك اللي عندك شي محل ولا مشروع حضانه منزليه. هاد الحضانه المنزليه يمكن لاي سيده انها في البيت عندها مثلا مع الاطفال وهذا يمكن لها انها دير حضانه منزليه. بزاف ديال الناس يعني تيكونوا خدامين يعني ما تيسيبوش الطفل ديالهم فين غادي يخليوه، علاش لا ما تكونيش انت هي هاد الانسانه اللي غادي تكون ترعاها الطفل ديال هاد السيده هادي، ريتما انها تسالي الخدمه ديالها وتجي تستلم الطفل ديالها، يعني طريقه زوينه تيكون عندك واحد الارباح اللي تتكون ارباح شهريه. مشروع بيع الاثاث المستعمله، هنا بزاف ديال الاثاث المستعمله اللي الناس ما تعرفوش كيفاش يخدموا عليها. اي حاجه مستعمله يمكن لي اني نخدم فيها، وكاين دابا بزاف ديال المواقع مثلا بحال جوميا تيمكن لك انك تخدم فيها، بحال افيتو كي تنعرفو تيمكن لك انك تاخذ السلعه اللي تتكون مستعمله ويمكن لك انك تزيد عليها شي تحسينات وتبيعها، ويمكن لك انك بلا ما تزيد عليها تحسينات يعني تشريها بواحد الثمن وتبيعها بواحد الثمن اخر، يعني هذه طريقه زوينه تخلي لك واحد الارباح اللي تتكون ارباح يوميه محترمه مزيان. مشروع كراء الملابس للمناسبات، كي تنعرفو دابا السيدات او الرجال كذلك يعني تكون شي مناسبه ولا شي حاجه تيبغي انه يغير من اللبس ديالو وتيبغي يدير شي حاجه اللي تتكون جديده، طبعا الحال يمكن لك انك تكري من عند واحد الشخص اللي تيكون يدير واحد المحل، لذلك انت غدير هذا البروجي هذا تتشري واحد المجموعه ديال الملابس ديال النساء والرجال كذلك، وتيمكن لك انك تكريهم لهاد الناس اللي تتكون ليله واحده وتيجيب لك السلعه ديالك، دونك راه عندك ارباح اللي تتكون ارباح مزيانه بزاف. مشروع تنظيف السلالم، كي تنعرفوا دابا حاليا واحد الطريقه زوينه بزاف الموبلات تنصيبوا يعني السلالم ديالهم تنصيبوا مسخين بزاف، الناس يعني هاملين داكشي وما صايبينش الناس اللي يخدموا على هذا، علاش لا ما تكونش انت خدام بالطريقه هذه، تاخذ مثلا واحد خمسه النساء تيخدموا على هادشي ديال الميناج ودير لهم واحد الخلصه ولا تقول لهم هانتوما غيكون عندكم واحد لابورسونتاج على اي خدمه خدمناها ودير معاهم 50% 50%، يعني انت رابح وما رابحين، يعني تتمشي انت عند هاد الناس يعني في هاد الموبلات وتتكلم معاهم على اساس انك تنظف ليهم مثلا هاد السلالم ديالهم، وعلاش لا ما تدويش معاهم حتى المنازل ديالهم مادام انت عندك هاد الناس خدامين عندك اليوم ديال الميناج، غتكون طريقه زوينه ودونك عندك واحد الارباح اللي هي كبيره بزاف. مشروع سناك متنقل بالنسبه للناس اللي عندهم تريبورتر وتيبغيو يخدموا، علاش لا ما ديرش واحد سناك متنقل وتخدم به بواحد الطريقه اللي تكون طريقه احترافيه، تيمكن لك انك دير مثلا بحال تاكوس بحال بانيني بحال هادشي هذا اللي تنعرفو تيكون بواحد الاثمنه اللي تكون طالعه، علاش لا ما ديروش انت بواحد الثمن اللي تيكون ثمن رمزي اللي يكون في المستطاع اي واحد انه يجي عندك وياكل عندك عوض ما ياكل واحد مثلا 30 درهم غيجي ياكل عندك انت ثلاثه بواحد ب 10 دراهم، تطلع طريفه اللي هي طريفه زوينه بالنسبه ليك انت وتتخرج واحد الكونتيتي اللي هي كبيره بزاف. المهم يعني هنا تكلمنا على 29 مشروع، تنتمنى انك تكون صبتي المشروع ديالك، ما عليك غير باش انك تدخل لهذا الفيديو هذا اللي هو في دراسه ديال الجدوى، وان شاء الله الرحمن الرحيم كن على يقين انك تنجح لي بروجي ديالك ولا اي مشروع عجبك من هذه المشاريع اللي تكلمنا عليهم وبغيت ان نتكلموا عليهم يعني في الفيديوهات اللي غيكونوا جايين ان شاء الله، ما عليك غير باش انك تخلي لنا واحد التعليق لتحت وان شاء الله غادي نجاوبك، وعلاش لا ما نديروش واحد الفيديو اللي يكون فيديو توضيحي على هذا الشيء هذا. ما بقى لي نقول لكم يا اخواتي في الله تروا لي فروسكم، ما تنسوناش من لايك التعليقات ديالكم، ولك تجديد اشترك معنا وفعل خاصية الجرس باش انك توصل بالجديد.